تيبازا هي إحدى المدن الجزائرية الواقعة غرب العاصمة. أسسها الفينيقيون حيث كانت واحدة من أهم المستعمرات التجارية التابعة لهم. معنى اسمها هو الممر، حيث كانت ممراً بين مدينة الجزائر ومدينة إيول. تم تشييدها فوق 3 تلال صغيرة، وتقع جغرافياً على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تحتوي على مجموعة من الآثار الفينيقية والرومانية والبيلا كريوسية والبيزنطية. تعرضت تيبازا إلى الحكم الروماني، وكانت تابعة لمقاطعة رومانية تدعى موريتانيا، وتمتعت بأهمية تجارية وعسكرية كبيرة خلال فترة الحكم الروماني، وذلك بسبب مينائها وموقعها الذي يتوسط الطرق الساحلية الرومانية في شمال القارة الإفريقية. وكانت مدينة محاطة بسور ضخم يبلغ طوله كيلومترات كثيرة، يحتوي على 37 مركزا للحراسة. تحتوي تيبازا على الكثير من المعالم السياحية التاريخية والأثرية، المدرج، إضافة إلى المعابد والضريح الملكي الموريتاني والذي يعرف باسم قبر الرومية، ثم مقبرة الحالفي الواقعة خارج أسوار تيبازا والكنائس والحديقة الأثرية. تيبازا اليوم هي مقصد السياح لما تحتويه من جمال ومناظر طبيعية خلابة، زيادة عن ذلك تاريخها العريق. Thank you.